والخالة مالتي رح تشفق علينا وهي رح تسامحنا كمان. فهمتي؟ شوفي خالتي، إذا ما كنتي مقتنعة بالفكرة يلي حكيتها مو مشكلة أبداً، لأنه عندي فكرة تانية. ما منخطف العم راغوفير مثل ما خطفنا كومان. انتي وين؟ لا 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 خالتي خالتي قولي خالتي. كيف استرجعتي؟ بكفي، خلي تمك مسكر على الأخير واصحك تحكي أي حرف تاني بعد هلأ. انتي عم تفهمي علي؟ لا تخافي علي، بعرف شو لازم أعمل. وهلأ روحي وعملي مثل ما عم قلك. يلا بسرعة اتصلي مع تشونو ومونو على تليفونهم وخليني حاكيهم. يلا بس لحظة، أنا رح خليهم يحكوا معك. إيه خالتي مسكي. مو هي، أنا مو بينكي، هي اللي عم تحاكيكم بيكون اسمها كاملة سينك أهلوات. اسمعوني منيح اتنيناتكم، لأنه أنا بدي أشغلكم بقصة. تاخدوها وبتخفوها بشي مكان. شوي شوي على مهلك، دير بالك. يلا وصلنا. يلا تحياتي. بدي اياك تدلني على مكان. بتروح من هون دغري دغري لاخر الطريق. تماما، بعدين يسار. رد رد مين؟ شوف. الو الو، اهلين مدام اهلوات. ايه صح، كل شيء صار جاهز. حلو، بس خلص انا عرفت المكان. كان لازم تجي مع السيد اهلوات، هي الخدعة مدروسة، يعني مبينة انها حقيقية. شكرا لك. بصراحة هو قدامنا وما بنعرف شو لازم نعمل هلا. مو وقته. ليك ما بعرف شو اللي لازم تعمله لحتى تطالع راغوفير من هنيك، والا خطتنا ممكن انها تفشل. عم تفهمني منيح؟ ايه عم بفهمك. انت لا تقلقي نهائيا. السيد اهلوات ما رح يشك بشي ابدا. لانه بصراحة نحن خليناها لك ومال تفقد الوعي على الاخر. كيف؟ مثل ما قلت لك تماما. ماشي. شو انتو الاثنين فقدتوا عقلكم؟ ولا بالاساس ما في براسكم عقل؟ شو رح يفكر راغوفير وقت يشوفها؟ انتو ما في عندكم مخ بالمره. وهلا اسمعوني شو بدي اقلكم. بتروحوا بتخبوها لكم مال بشي مكان وبتطلبوا مره تانيه تقعد مكانها وتمثل انها عم تتامل. اسمعوني. هديك المره لازم تكون مثل كومال تماما. عم تفهموني مو هيك؟ يلا سكروا هلا. يلا بسرعة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.